يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة عظيم فضل للفقه في الدين، عظيم فضل للفقه في الدين. ما معنى الآية؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا توجيهان للعلماء، أولهما وأشهرهما: وما كان المؤمنون ليخرجوا كلهم مجاهدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما سيخرج بعضهم ويجلس البعض لرعاية مصالح المسلمين في البلاد. فالذين خرجوا مع رسول الله، الذين نفروا مع الرسول إضافة إلى الجهاد وشرف الجهاد في سبيل الله، فإنهم سيتوجهون إلى الرسول للتعلم منه معه، أيضا سيخرجون مع الرسول يتعلمون منه. فأنت وأنت مع رسول الله في الغزوة تتفقه في دينك، تعلم ماذا يصنع رسول الله في الملمات، ما الذي قاله النبي، ما الذي أخبر به، ما الذي حذر منه. فعلى ذلك سيكون قوله تعالى: فلولا نفر، لولا خرج في النفير مع الرسول طائفة ليتعلموا من رسول الله في الغزوة ويرجعوا بما تعلموه في الغزوة إلى أهاليهم ليعلمونهم ولينذرونهم. فيكون إذن النفير اشتمل على أمرين: أولا الجهاد، الخروج مع رسول الله للجهاد، والثاني في صحبة رسول الله تعلم للفقه في الدين. فهذا الوجه. أما الوجه الثاني: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما كان المؤمنون ليخرجوا كلهم في الغزو، فنجزئهم فريق يغزو وفريق يتعلم، يذهب للتعلم حتى ينفع الله به أهله. والوجه الأول أشهر لأنه أظهر في سياق الآيات المباركات. الوجه الثاني مؤداه: أن فريق يخرج غازيا وفريق يخرج متعلما، فريق يخرج غازيا وفريق يخرج متعلما. والوجه الأول أن الفريق الغازي هو الفريق المتعلم، لأنه سيتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من العلماء من أحدث انفكاكا في معنى الآية فقال: وما كان المؤمنون لينفروا في الجهاد مطلقا كلهم، فلولا نفر منه من كل فرقة منهم طائفة، أي الجهاد مع المجاهدين، وفريق نفر إلى مدينة رسول الله يتعلم من رسول الله إذا بقي في المدينة الفقه والخير ويرجع إلى بلده. فهذان وجهان قائمان، وعلى أي الوجهين كان الأمر، ففي الآية الكريمة حث على الفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويكفي أن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما سلف، فالفقيه في دينه يعمل قليلا ويجر كثيرا،